بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا، ازيكم؟ النهارده يوم جديد ان شاء الله، يا رب الحلقه تعجبكم وتبقى خطيره. عاملين النهارده حاجات ظريفه جدا ان شاء الله هتعجبكم. بص، انا عامله حاجه كده غريبه اسمها شاورما ببواقي الفراخ، الفراخ البايته مش اي فراخ، يعني فظيعه 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 وسهله جدا. فايه احنا هنسميها خلاص شاورما الفراخ البايته، ومش هتصدقوا طعمها تحفه ازاي وسهله جدا جدا. وعندي كمان وصفه تانية، البطاطس الفريسكس، الولاد بيحبوها وعايزين ياكلوها على طول من بره، هنعملها بمقادير سهله وبسيطه وكده في منت ان شاء الله. واخر حاجه هنعمل برضو الكاروت كيك، ده وقتها احنا في الشتاء، وهي كيكه كده ايه يعني تقيله وظريفه وفيها جزر وتحفه وبتدفي كده ولذيذه جدا، ان شاء الله برضو تعجبكم. ونخش بقى في الموضوع على طول. بما ان البطاطس هتحتاج شويه وقت في التحمير، فانا ايه قررت ان احنا هنبتدي الاول بالبطاطس، البطاطس الفريسكس، واقول لكم المقادير بتاعتها، وبعد كده نخش على طول على الشاورما. بصوا يا شباب، البطاطس الفريسكس المقادير معايا بطاطس متقطعه كده زي البطاطس المحمره، عايزه تقطعيها تخينه شويه رفيعه يعني انت وذوقك، تمام؟ وتكون طبعا بطاطس تحمير. انت بتسالي الخضري البطاطس اللي عندك دي تحمير ولا طبيخ، هو اللي هيقول لك بقى. فضروري تجيبيها تحمير علشان ايه ما تبقاش طريه وبتاع، لا احنا عايزينها تبقى مقرمشه وظريفه. وعندنا كمان كوبايتين من الدقيق، عليهم معلقه كبيره من ايه بقى، الملح والفلفل، بصل باودر، توم باودر، وكركم، وبابريكا، وبيكنج باودر. بس كده، شفتوا سهله ازاي؟ وهنحط شويه ميه علشان نعمل العجينه دي بسمك كده ايه يشبه شويه سمك الكيك او اخف سنه صغيره، هنشوفه دلوقتي مع بعض، علشان نحمرها بقى في الزيت ونبقى عملنا البطاطس الفريسكس بمنتهى السهوله. بسم الله. عايزه ارحب بقى النهارده بصديق البرنامج الاستاذ كوكو. انا اهو انا شفت يا عيني الديك ده واخد جنب كده في القناه ومحدش سائل فيه، عجبني، قلت لهم لا الديك ده ديك صديقي. فهيبقى معانا بقى على طول كده، وكوكو الحلو ده خطير، يلا بينا. الدقيق اول حاجه، كوبايتين الدقيق، وهنحط ملح وفلفل كده هنا اهو، ملح وفلفل وبابريكا، بصل باودر وتوم باودر، تمام، كركم، بس الكركم ده كتير شويه احط اقل، وبيكنج باودر، تمام، نخلطها كده ونحط لها بقى ميه ونقلب ونشوف السمك كده. هتبقى خلطه كده نغطس فيها البطاطس ونحمرها زي مثلا كده ايه حركة القرنبيط مثلا، نبقى عاملين له كده خلطة علشان نغطس فيه الحاجة ونحمرها. احنا هنحط مية ونشوف لغاية لما السمك يبقى حلو. طبعا البطاطس دي الولاد ايه بيتجننوا عليها في كل حتة، وهي ايه سهلة خالص. مية، نقلب ونشوف. حاضر كده اهو، نوسع الدنيا، حاضر كده اهو، بهذا الشكل الظريف. بس هي لسه عايزه تخف شويه برضو، انا هجيب ميه بقى من هنا واحط واقلب، والزيت طبعا يكون بقى سخن، ان شاء الله سخن هو دلوقتي اهو، بس كده السمك ده ظريف. احنا ممكن ايه بالويسك علشان ما نلاقيش فيه كلاكيع ولا حاجه كده اهو، كده اهو خلاص. تعالي انت يا ميه هنا، ونروح بقى هنا للزيت كده اهو، ومعايا البطاطس، هحط البطاطس في الخلطه دي كده
ونزلها في الزيت كده اهو. حاولي بقى ما تخليهمش لازقين في بعض، فاهمه قصدي؟ علشان ما يلزقوش في بعض. واحده واحده كده هيبقوا حاجه ظريفه ان شاء الله. شفتوا سهله جدا. ايه الزيت حامي بس هيهدى دلوقتي لما نحط باقي الكميه. بصوا بقى البابريكا والكركم اللي احنا حطيناه هيخلي ايه البطاطس واخده لون ظريف قوي. اهو فيها سنه قرمشه ظريفه. بس كده كل ما الاقي حته كده واسعه شويه احط، بس ايه المهم ما اخليهمش لازقين في بعض على قد ما اقدر كده اهو. وهنتابع هذه المساله اولا باول. نشوف ايه الاخبار كده اهو. تديهاش فرصه تلزق في بعضها على قد ما تقدر. بس هي طبعا ايه لسه محتاجه برضو تستوي. لو لقيتيها لونت قوي كده زي دلوقتي احنا ممكن نطلعها ونرجع لما الزيت يهدى شويه نقوم منزلينها في الزيت تاني. ممكن اعمل كده لان الزيت كان سخن قوي كده اهو. يبقى بقى كرانشي جدا فظيعه. ماشي كده اهو. ونحط كمان تاني كده اهو. ما تنفعش بقى دي تدخل الفرن، خدين بالكم انتوا معايا الناس بقى ايه بتوع الفرن، مش هتنفع دي تدخل الفرن، لازم تتحمر. لو عايزه بقى تدخليها الفرن ايه هتدهنيها كده بشويه زيت بس البطاطس بس من غير الخلطه دي، وبعد ما تطلع بقى ترشي عليها نفس التوابل اللي احنا عملناها طبعا بس من غير ايه البيكنج باودر وخلاص. تبقى بقى بطاطس ايه يعني مشويه في الفرن وعليها بقى بابريكا وكركم، فاهمين قصدي، والملح والفلفل والبصل الباودر والثوم الباودر، يعني خلطه بقى ايه بهارات كده ترشيها عليها من فوق بس كده. بس ايه الاخبار؟ الطاسه دي هاديه شويه هتحمر البطاطس بسرعة. ممكن الطاسة الأولانية دي هرجع اديها وش تاني كده كام دقيقة علشان تستوي من جوه، لأنها ايه خدت لون وما لحقتش تستوي عشان الزيت كان سخن كده اهو. كل بقى الحواس اللي حصلت دي منور والله يا أستاذ كوكو، منور المطبخ والله. هتلاقيني كل شوية بتكلم معاه يعني، بصوا يعني ربنا يشفيني يعني. كده ممكن احضر طبق تاني علشان نطلع فيه بطاطس برضو كده اهو. شفتوا الجو عامل ازاي؟ الجو الواحد لسه البرد ماسك فيا، معرفش فيه ايه، معرفش. حاضر حاضر يا جماعه والله مش هتأخر النهاردة، ده أنا ما بتأخرش اهو. أيوة ماشي يا جماعة. أيوة اقعدوا قولولي بقى بتتأخري. ماشي هو على فكرة مش أنا اللي بأخركم الحقيقة، يعني لو اتأخرت النهاردة يبقى هو السبب مش أنا. هنحمر بقية البطاطس. أقول لكم بقى على إيه مقادير الشاورما يعني الاختراع الخطيره اللي في الاخر ليه معنى، يعني احنا هنتكلم عنها وهقول لكم المغزى بقى كمان من الموضوع ده عشان تخلوا بالكم. بصوا فراخ بايته
طبعا الفراخ لما بتبقى بايته محدش بيقرب لها لان بيبقى طعمها باين انها بايته، فاحنا هنعمل لها اعاده تدوير سحريه، مش هتبقى باينه خالص انها بايته. مش بس كده، ده اللي احنا هنحطه عليها هيخليها مش فراخ، هيخليها لحمه، يعني كمان مش هتبان اصلا كمان انها فراخ. هنحط ايه بقى؟ انا الاول طبعا معايا وراك فراخ مسلوقه ومتفصصه، تمام. معايا بقى معلقه كبيره من ايه، البصل الباودر، توم باودر، بابريكا، كمون، كزبره، بهارات لحمه، فلفل اسود وملح ورشه جوز الطيب، ومعلقتين كبار من الخل، ومعلقتين كبار من الصويا صوص الخفيف، تمام. وهنحضر لها بقى كمان بصلايه متقطعه شرايح، فلفل رومي متقطع شرايح، طماطم برده متقطعه شرايح، وايه ممكن نبقى نرش عليها من فوق كده ايه شويه من البصل الاخضر اللي متقطع حلقات، فاهمين قصدي؟ بس يعني شويه توابل كده وحاجات على بعضها هتغير تماما من شكل ومن طعم الفراخ، تمام. اوعوا تقولوا لي بقى في فاصل دلوقتي، في فاصل؟ ها احنا بطاطس دي كده خلاص لسه فاضل 3 دقايق. والله ده انا شفته قبل الثلاث دقايق البطاطس طلعت اهو. ماشي نطلع فاصل، حاضر. بصوا اهو البطاطس هفضل احمر الباقي وهنروح فاصل صغير جدا، وهنرجع بقى نعمل الفراخ ونقدمها مع البطاطس وندخل على الكاروت كيك والحاجات، واستنوني انا وكوكو بعد الفاصل. لسه البطاطس بتتحمر اهو، خلصنا ده كمان كده. بصوا بقى اي واحده فيهم طلعت مفعكشه قوي، يعني الخليط طالع منها زياده، ممكن تكسريه مع ان هو بيبقى كرانشي جدا، بيبقى تحفه. بس يعني ايه لو حابين، انا حطيت بقى في كل حته اطباق اطباق اهو. ماشي نخش بقى على الشاورما، نرفع ده كده شويه من على النار كده اهو، ونحط ده فين؟ نحطه هنا دلوقتي. استحمال استحمال ارجع له تاني، احتمال ارجع له تاني. يلا بصوا الشاورما، هقول المقادير تاني وهنشتغل فيها على طول. شاورما الفراخ البايته، تمام، وراك من الفراخ مسلوقه ومتفصصه زي ما هنا كده احنا عاملين، ومعلقه كبيره من البصل الباودر، الثوم الباودر، بابريكا، كمون، كزبره، بهارات لحمه او السبع بهارات الاثنين يمشي حالهم، فلفل اسود وملح، رشه من جوز الطيب، وكمان معلقتين كبار من الخل، ومعلقتين كبار من الصويا صوص الخفيف لان بيبقى فيه تقيل وفيه خفيف، هنحط الخفيف، وبصلايه بقى متقطعه شرايح، طماطم متقطعه شرايح، فلفل رومي برده متقطع شرايح، والبصل اخضر كده يعني هنرشه على الوش لو تحبي، والرفع بتاع البصل والطماطم والفلفل برضو على ذوقك يعني، بس كل ما يبقى رفيع قوي يعني كل ما يبقى احلى. انا هجيب هنا بقى ايه فراخ، احط الاول شويه زيت في الطاسه السخنه كده اهو، وبعد كده هنزل بالفراخ. بس انا عايزه ايه الزيت كده يسخن شويه، اتاكد بس ان الفراخ مفصفصه كويس، نفصفصها كده اهو، مش تبقى فتل قوي بس يعني ايه تبقى مفصصة كده، مش عايزين منها حتت كبيرة، فاهمين قصدي؟ كده وهشوحها الاول في الزيت لوحدها كده اهو، هذا الشكل الظريف. حاضر نشيل البوله دي، حاضر انت تؤمر يا استاذه، حضرتك المخرج وانت تؤمر. فعلا. بيقولوا لي بقى ايه رايكم في كوكو بقى صديقنا الظريف ده؟ هو طبعا لا بيتكلم ولا حاجه، بس هو ناس برضه بدل ما انا طالعه لوحدي كده. هو مونسني
بفصفص الفراخ، بس انا اكتر حاجه بقى عجبتني في كوكو بقى ده ان الوانه حلوه قوي، وانا بحب الالوان جدا. يعني انا ايه الحاجات الملونه دي بحبها قوي، الوان متناسقه يعني مش اي الوان وخلاص. بصص كده الفراخ، هو الزيت مش راضي يسخن ليه؟ صدقوا الزيت مش عالي، وانا كنت فاكراه عالي الزيت. النار، قصدي النار. النار ده علشان هنا اصلا حصل سيكيورتي لل ما البوتاجاز ده ظريف برضو والله. بس كده نكمل بهذا الشكل الظريف اهو. اتاكد بس ان كله مفصفص. ممكن كمان عايزه تحطي كده حتت الجلد برضو، مفيش مشكله، او تشيليها برضو عادي. عايزه اقولك بقى هتدخل عليهم بقى وهياكلوها ولا حد هياخد باله. وده يا جماعه ليه معنى، ان ممكن فعلا يعني الناس اللي يعني ما عندهمش ولا ذمه ولا ضمير بيعملوا الاكل مثلا بيبيعوه في الشارع، ممكن بشويه توابل على شويه صويا صوص على معرفش صوصات ايه على بعض، وتاكلي وانتي غلبانه يا عيني ما انتيش عارفه ايه ده. وهو اصلا ممكن تبقى حاجات بايظه او حاجات بايته بقالها مده وحاجات كده. يعني تجربتي مع الشاورما الفراخ البايته دي خلتني اخاف لانها اتغيرت، بقول لكم هتبقى لحمه دلوقتي، يعني هتبقى شبه الشاورما اللحمه، وطعمها كمان مع التوابل اللي احنا هنحطها هيبقى عالمي، ولا هتحسي خالص انها بايته. فده قلقني بصراحه. فبلاش ناكل بره، بلاش ناكل بره البيت. بره البيت الاكل اللي محدش عارف، احنا مش عارفين احنا بناكل ايه فعلا. يعني اي حد كده شاطر يعرف يحط توابل هيغير لك من طعم الاكله كلها. فانت بقى ايه، استغلي ده في صالح بواقي الاكل اللي مبقاش عارفين ندخلها فين. وانا كنت عملت برضو معاكم النجريسكو برضو بالفراخ البايته، طعمها تحفه برضو ومدارية كده في الخباثه وهتتاكل ومحدش هياخد باله، وطعمها حلو. وكمان عايزه اقول لكم على حاجه في موضوع الفراخ البايته ده، عامه الفراخ البايته اخرها في الثلاجه يومين اكتر، لو ناويه تقعدي بيها اكتر من كده وانت عارفه دخليها على الفريزر. فاهمين قصدي؟ يعني اكتر من يومين ده اصلا مش صح بقى ان احنا ناكلها، فاهميني؟ فانت خلي بالك من الحكايه دي، هما يومين في الثلاجه يعني قابلين ان انت احتمال تاكليهم او حاجه. لو شكه ومش عارفه يبقى في علبه او في كيس كده وهي مسلوقه وكل حاجه، وتقومي حطاها في الفريزر، ده اضمن. انا مش هحط اي حاجه الا لما الفراخ دي تتشوح. ممكن احط كمان سنه زيت خفيفه عشان اسرع العمليه شويه. بس كده نلبس برضو جلوفز كده اهو. بصوا البطاطس بقى ظريفه ازاي، عايزه اوريكم شكلها. احط كده كام واحده على ايدي عشان اوريكم المنظر، بس الخلطه عليها من فوق كلها عامله ازاي، لطيفه قوي. بصوا ومقرمشه بقى، مقرمشة يعني مش اي كلام. حاضر اهو، خطيرة جدا. وبصوا بقى مش معقولة، تجنن، تحفة، تعجب العيال قوي قوي كده اهو. كده يعني الفراخ ايه يعني، بس هي لسه المفروض برضو تتشوح اكتر. اقول لكم التوابل تاني عقبال ما تاخد لون. بصوا دي كزبره، دي البهارات، استنوا كده اما نشيل
دي بهارات اللحمه والكزبره، ودي رشه جوز الطيب، وده الكمون والبابريكا والبصل الباودر والثوم الباودر والملح والفلفل. الواحد بقى لما بيقعد يشتغل في بالتوابل كتير خلاص بقى اول ما بيبص حتى لشكلهم بيعرف هم ايه. خلي بالك حركه تحمير الفراخ دي بتمتص كتير قوي من طعم انها تبقى بايته، فما تستهونيش بيها، لا لازم تتشوح حلو، وممكن كمان تشوحيها في حته سمنه. انا لقيت ايه، قرقوشه اهو شلتها، مع ان انا بحب القراقيش برضو، القرقوشه بتاعه الدبوس دي كده اهو. وطبعا هي لما بتبقى فيها مسلوقه وفيها ملح ما تزوديش ملح قوي، لان كمان احنا هنحط صويا صوص، فتخلي الملح يعني خفيف، او حتى ما تحطيش الا ما تتاكدي انها ملحها مظبوط، لان الصويا صوص بيبقى حادق، وانت كمان بتبقي سالقه الفراخ في شوربه بقى وفيها ملح، فخلي بالك. طيب خلاص عشان الوقت هنبتدي بقى نحط التوابل، البصل الباودر والثوم الباودر ورشة جوز الطيب والكمون كزبرة، بهارات اللحمة أو السبع بهارات، والبابريكا، وهقلبهم الأول قبل ما أحط الصويا صوص. أقلبهم كده الأول، كده اهو. انا احط ملح ايه، رشه خفيفه قوي، احط فلفل اسود زي ما قلت لكم، لسه هنحط الصويا صوص فهيبقى ايه يا دوبك يعني. عندي بقى الخل، معلقتين كبار خل الاول، الريحه بقى دلوقتي، حتى تقطيعه الفراخ المنسله دي هتديكي انطباع كده كانك في سيخ شاورما وانت مقطعاه شرايح بالسكينه، يعني انت فاهمين قصدي، هيبقى شكلها كده في السندوتشات مع سلطه الطحينه، خطيره بقى، مش قادره اقول لكم فظيعه ازاي. بصوا اصلا لونها عمل ازاي، وهنحط بقى الصويا صوص. ولا حد اصلا هيقفش انها فراخ اساسا، محدش هيفهم انها فراخ اصلا كده. شيرة كوكو جاع طبعا دلوقتي، شامم شاورما كده اهو، كده اهو. انا عايزه اجيب شوكه صغيره وادوق بس علشان اتاكد الملح اخباره ايه، مش عشان حاجه والله، دوقان بس للاطمئنان، مش عشان انا جعانه ولا حاجه. ظريفه جدا، تحفه، ملحها مظبوط وتمام التمام. اخر حاجه بقى هنحط ايه، بصل، ولو بصل احمر طبعا يبقى افضل من البصل الابيض اهو، بس دي حته كبيره قوي من البصل دي، مش عايزه، عايزه شرايح، دي برضو كبيره. لو حسيتي انها ناشفه شويه وعايزه سنه زيت خفيف حطي سنه كده يعني. كده اهو يا جماعه، مش قادره اقول لكم على الريحه، الريحة بجد رهيبة، شاورما شاورما يعني. ناس هنا ايه رأيكم يا جماعة في الريحة، صح؟ مش شاورما صح؟ نزلت بالبصل الأول، هو كوكو اللي هيقول لي الحقيقة دلوقتي، والفلفل، وآخر حاجة الطماطم. جربوها يا جماعة وقولوا لي بجد، هستنى كل الكومنتس على الوصفة دي تحديدا، لأنها
اختراع. كده اهو، والطماطم بقى هقلب بس كده لغايه لما الاقي الطماطم والفلفل دبلوا شويه. وزي ما قلت لكم دي ممكن تتحط على طول في سندوتش معاه سلطه الطحينه، فرده سلطه الطحينه كده هتبقى فظيعه. انا بس عايزه ايه خضار يدبل شويه. تعالي هنا يا فلفلايه راحه فين؟ كده اهو هوطي بس العين شويه صغيرين قوي علشان دلوقتي. طب انا هعمل حاجه بس بسرعه قبل الفاصل، بس ارجوكوا ارجوكوا والنبي لو سمحتوا هقول بس مقادير الكاروت كيك علشان ايه الوقت. ايه دي المقادير؟ بصوا الكاروت كيك، كيك الجزر، بصوا ازاي. اربع بيضات بدرجه حراره الغرفه، كوبايتين زيت، محدش يقول لي الزيت كتير، لا للخليط ده يا دوبك الكوبايتين زيت بالظبط. طب حطيتي اقل من كده انا مش مسؤول، ماشي؟ كوبايتين زيت، كوبايتين سكر بودره، معلقه صغيره من الفانيليا، وكوبايتين وعليهم كمان ثلاث ارباع كوبايه من الدقيق. تمام؟ كوبايتين وثلاث ارباع كوبايه من الدقيق، ثلاث ارباع ده يعني ايه؟ يعني ثلاثة ربع، ربع وربع وربع. يبقى كوبايتين وثلاث ارباع دقيق. كيس بيكنج باودر، رشة ملح، نص معلقة صغيرة من الجنزبيل البودرة، نص معلقة صغيرة من القرفة، ومعايا بقى للحشوة 400 جرام، لا لسه آسفة، لا دي مش للحشوة، ده لسه بقية الوصف. 400 جرام من الجزر المبشور. تمام؟ يعني تقريبا خمس جزرات كده حجمهم متوسط تبشريهم. تمام؟ وربع كوباية من الزبيب، ده اختياري، عندك زبيب عايزة تحطي اوكي، عايزة تحطي عين جمل، مش عايزة تحطي خالص براحتك، يعني اللي موجود عندك حطيه. الحشوة بقى معايا 450 جرام من الجبنة الكريمي اللي هي جبنة التشيز كيك، في نوع مصري سعره حلو جدا وموجود في كل السوبر ماركتس الكبيرة، مكتوب عليه جبنة كريمي أو جبنة التشيز كيك، ده حلو قوي. ويبقى بالمناسبة مكتوب عليه 400 جرام، خلاص يعني جت على 50 جرام دي مش مشكلة، هاتي ال 400 جرام. تمام؟ يكونوا بدرجة حرارة الغرفة مش ساقعة، وعليها معلقتين كبار من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، وكمان 2 كوباية ونص من السكر البودرة المنخول، ومعلقة صغيرة من الفانيليا. ده هتبقى الحشوة البيضة اللي احنا هنحشي بيها وهنغلف بيها الكيك والشاورما. خلاص اهو بصوا قلبت لحمة ازاي اساسا بلونها وشكلها، حدش ابدا هيقول ان عليها فراخ، وكمان طعمها بقى. هنروح فاصل بسرعة جدا ونرجع نعمل خليط الكيك اوام اوام ونقدم اللي احنا عاملينها. خليكم معانا ان شاء الله. انا جيت هنعمل دلوقتي كيكه الجزر بسرعه عشان عمليه ايه الوقت، فانا هقول لكم المقادير وانا شغاله. بصوا اربع بيضات بدرجه حراره الغرفه، هحط عليهم الفانيليا، وهحط عليهم كوبايتين الزيت. الكوبايه اللي عايرت بيها الزيت هي نفس الكوبايه اللي هنعاير بيها الدقيق والسكر وكله. تمام؟ وهضربهم. معايا بقى السكر، كوبايتين سكر بودرة، هحطهم بالتدريج واكمل ضرب. اول ما لونهم يفتح كده يبقى كريمي كده، هي تبقى
تمام. هنيجي بقى لخليط الدقيق وهنحط عليه رشة ملح، دول كوبايتين وثلاث ارباع كوباية من الدقيق، وهنحط القرفة، معلقة صغيرة قرفة، والجنزبيل البودرة برضو نص معلقة كده صغيرة، وهنحط ايه معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ونخلط الخليط ده كده وهننزله على الخليط بتاع البيض، وايه ونقلب بالراحة كده بالتدريج الخليط كله مع بعضه، نلم العجينة، وفي الاخر بنحط لها الجزر المبشور ناعم اللي هم 400 جرام من الجزر، بشوريه كده بالمبشرة ولا حاجة. وال 400 جرام دول زي ما قلت لكم تقريبا يعني اربع جزرات حجمهم متوسط لكبير، مش صغيرين يعني. الكيكة دي بقى يا جماعة بتبقى تقيلة يعني سميكة، فاهمين قصدي؟ مش تقيلة يعني تقيلة على المعدة، لا انا اقصد سميكة، سمكها تخين، فده عادي. وهنحط لها في الاخر خالص الجزر بس بعد ما دي يختفي، وبنحطها في صينية كيك تقريبا مقاس 24 عشان تبقى عالية يعني وكويسة. هتحطيها في فرن سخن على درجة حرارة 200 اول حاجة لمدة ربع ساعة، تمام؟ ومن غير ما تفتحي الفرن ولا اي حاجة هتقللي درجة الحرارة 180 وتسيبيها تقريبا يعني 60 دقيقة 55 دقيقة في الرينج ده، تمام؟ وبعد ما يعدي على وقتها كله على بعضها 40 دقيقة ممكن تفتحي الفرن بالراحة وتختبري بخلة أسنان إنها استوت. بصوا الخليط بتاعها تقيل إزاي كده أهو، كده أهو، بصوا الخليط سميك إزاي كده أهو. بجيب بقى الجزر أحطه وأقلب. ممكن كمان في المرحلة دي عايزة تحطي زبيب، اوكي، عايزة تحطي بس تحطي الزبيب قبل الجزر ماشي، وتقلبيه كده معاه الأول، أو تحطي حتت من عين الجمل برضو هتبقى ظريفة جدا كده اهو. خلاص ده كده الخليط ظبط. هجيب صينية وضروري تدهنيها بقى زيت أو تحطي لها ورق زبدة زي ما انت عايزة كده اهو، وارجوكي ما تفتحيش عليها الفرن قبل 40 دقيقه، تمام؟ هكذا الخليط بتاعها الظريف، ريحه القرفه بقى والجنزبيل فيها فظيعه. عايزه اقول لكم بقى ان طعمها كمان احلى بكتير من اللي بتشتريها من بره، تمام؟ وكده وهتدخل الفرن، وانا طبعا ايه هدخلها الفرن بقى بعد الحلقه، محضره واحده وهنفتحها مع بعض دلوقتي وهوريكم شكلها. عايزه بس الاول نعمل الحشوه. الحشوه هقول لكم مقاديرها تاني. بصوا معايا 450 جرام من الجبنه الكريمي، الجبنه الكريمي اللي هي بتاعه التشيز كيك، فاهمين قصدي؟ جبنه التشيز كيك تكون بدرجة حرارة الغرفة، فاهمين قصدي؟ وهضربها بالمضرب، نضربها بالمضرب ده بقى الأول لوحدة، وبعد كده معلقتين الزبدة، الزبدة تكون طرية، ونكمل ضرب. هحط الفانيليا، ومعايا السكر البودره هحط بالتدريج وايه واضرب. Thank you.
خلاص كده تمام. وهعمل ايه بقى؟ نبتدي بقى ايه، نلم بس الحاجات اللي حواليها دي كده اهو. وهو ده الخليط اللي انا هحشي بيه التشيز كيك. طبعا ايه المفروض ان هو يدخل التلاجة شوية، ده هيبقى افضل. كده بقى ايه، نرجع الغطا ده ونجيب الكيك الظريف كده اهو. بصوا بتبقى ايه، بتبقى كبيرة كده. فانا هعمل ايه هقول لكم دلوقتي. احنا ممكن نشتغل على ايه، عايزه اجيب القرمة دي. ايوه، عشان لما نيجي نقدمها هنا في الطبق ده تبقى ايه رايقه كده وشكلها امور اهو. هعمل ايه بقى بالسكينه، فين السكينه الظريفه اهو. بصوا تقدروا بقى ايه تهندموها بقى، يعني فاهمين قصدي، عشان تبقى شكلها كده متساوي وظريف. ليكوا شكلها طبعا ايه، الجزء اللي فوق ده برضو خطير وهيتاكل. تعمليه بقى كيك بوبس، تعمليه اي حاجه زي ما انت عايزه. بصوا كده علشان تبقى ايه، ممكن بقى ايه نقسمها نصين برضو كده اهو. كده اتقسمت نصين، نشيلها كده بالراحه خالص، نحطها هنا. ابتدي احط شويه بقى من الحشوه كده اهو جوه، وافرد كده اهو. نكتر شويه. طبعا يا جماعه انا شغاله بسرعه جدا، انتوا في البيت بقى على رواقه جدا خالص، تقعدوا تعملوا الكلام الحلو ده وتظبطوها. وايه، نرجع دي كده فوقها هنا كده اهو مثلا. نحط من فوق طبعا، دخليها بقى التلاجة شوية برضو تمسك كده نفسها وتتظبط. هي فين الحلوة اللي انا بحب افرد بيها؟ ازيك يا استاذ كوكو، والله منور، منورنا حضرتك يا استاذ كوكو. كده اهو، كده اهو. وانا بقى معايا كمان محضرة بعجينة السكر، مشكلة كده جزر صغير كده شكله لطيف قوي، هيعجبكوا برضو كده اهو، كده اهو، كده اهو. انا مش شايفه الدنيا هنا اخبارها ايه، كده اهو. كده الدنيا من الجناب اخبارها ايه يا جماعه، قولولي كده كده كده. المفروض بقى ايه، انتوا تدخلوها التلاجه شويه، دخلوها التلاجه كده شويه حلوين يعني، عشان كل الكلام اللي عليها فوق ده يثبت ويبقى لطيف، فاهمين قصدي. احنا بقى ايه، ممكن دلوقتي بقى ننقلها هنا كده بالراحه. ونجيب بقى شوية الجزر هنا كده. ممكن كمان ايه، عايزة اقول لكم على حاجة، احنا ممكن نقطع الكيكة دي مش بالسكينة، نقطعها بالدبارة. بصوا كده كده اهو، كده اهو،
مثلا، انتوا يا جماعه حطوها في الثلاجه، ها حطوها في الثلاجه عشان تبقى خطيره معاكم بس كده. ونحط بقى ايه الجزر الظريف ده كده من فوق. حاضر يا شباب حالا، خلاص انا خلصت. حاضر حطها هنا كده اهو. والشاورما بقى الفظيعه اللي احنا عملناها دي ممكن اقدمها، هقدمها هنا كده فوق البطاطس زي المحلات بقى يقعدوا يعملوا حاجات خطيره بالشكل ده. بصوا بقى عملنا ايه النهارده، عملنا البطاطس الفريسكس ظريفه جدا وسهله قوي هتعجب الولاد. عملنا الشاورما، شاورما بايه بالفراخ البيتة فظيعه برضو هتعجب الولاد قوي قوي هنا كده. وكمان الكاروت كيك اللي بنجيبها من بره احنا ممكن نعملها في البيت اهو. اوبس يلا مصربعيني مصربعيني وانا هخلص حالا حالا. اخر حاجه بقى، اخر تاتش بقى، الله يخليكم كده اهو. شويه كاتشب بقى من فوق على شويه مستردة كده اهو. واخر حاجه مايونيز ان شاء الله. يا جماعه تجربوا الوصفات وتعجبكم. خلاص خلصت كاروت كيك بطاطس فريسكس شاورما بالفراخ البيتة كوكو. اشوفكم بكره الساعه 2. باي باي.